شهدت مبادرة خذني معك إلى المنزل والتي أقيمت ضمن جناح القطط في معرض مراعي الذي اختتم مؤخرا أعماله تفاعلا كبيرا بين زوار الجناح خصوصا الأطفال. هذه المبادرة التي طرحها القائمون على الجناح لبعض الأنواع من القطط حفزت الكثير من الأطفال وأولياء أمورهم على التفكير باقتناء قطة واصطحابها معهم إلى المنزل. خذني معك للمنزل مبادرة جميلة ولافتة طرحها الجناح الخاص بالقطط في معرض مراعي، وتفاعل معها الصغار بشكل لافت خصوصا وإنها لمست قلوبهم الصغيرة، بل وشجعتهم على فكرة وجود حيوان أليف في المنزل للاعتناء به. أنا طبعا دائما يعني من نفتحها من 9 الصبح لا 9 في الليل مليانة ما تفضى، يشجع الأطفال على يعني العناية بالحيوانات الأليفة. احنا بعد نوجههم نشرح لهم طريقة التربية ان الحيوان الأليف ما يضربونه ما يأذونه. معرض يهدف الى اشياء وايد، يعني من ضمنها نهدف الى نشر ثقافة تربية الحيوانات الأليفة. أشكال جميلة وفصائل أصيلة لهذه القطط التي تم طرحها للتبني وبسعر رمزي من قبل الجمعية لتعزز فكرة الاهتمام بالحيوان الأليف والرفق به، فهذه الحيوانات الأليفة تعد من أكثر الحيوانات تقبلاً لدى الأطفال لشكلها الجميل ولطفها الشديد. القطط حلوين لأن نقدر نربيهم في البيت، هم الريش مالهم كأنه لعبة، وأنا أحب ألعب مع القطاوة واليهال يحبون يلعبون مع القطاوة والشلاب. بعد الشلاب وايد زينين يعني حق حراسة. أنا وايد زين، أنا أبي أخذ واحد في البيت اللي هني. هاي البيك مي هوم وايد عاجبيني بصراحة، ان في بعض القطط نقدر ناخذهم معانا البيت نشتريهم، وحلو ان نربيهم عندنا في البيت، وان وايد حلوين ونادرين بصراحة. حلوة وايد يعني القطاوة لطيفين وهاي، وحين تشوفوا ايش كثر ناس جايين، ان شاء الله مرة ثانية السنة الجاية يجون اكثر ناس. استانست بالحيوانات الأليفة، كان وايد عجبني القطاوة والعصافير، وكان احصنة اكلتهم وايد عجبوني اياهم، وبعد إن شاء الله السنة الجاية أي مرة ثانية والناس أكثر ويكون المكان أحلى وأكثر حيوانات. فرحة الصغار بهذه الفكرة أشعلت بداخلهم حس المسؤولية والرغبة بتبني قطة ومنحها العناية اللازمة، بالإضافة إلى تعزيز فكرة الإحساس بالحيوان والتعرف على مشاعره عن قرب لحمايته من كافة الأضرار التي قد يتعرض لها. الحيوانات الأليفة جزء مهم من معرض مراعي، ويأتي وجود الأقسام المختلفة في هذا المعرض لهذه الحيوانات ليساهم في نشر ثقافة تربيتها لدى الأطفال وتعريف الزوار بالتفاصيل الدقيقة لأنواعها وفصائلها النادرة. خولة الجرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.